أذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابعون متواصلين من هذا الميدان ميدان السمحة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة الشوط السادس يسير بحفظ من الله وتوفيقه ولكن لنا عودة بالتهاني وناموس تابعنا هناك الزعفران الذي قدمت عرض أشكر عليه وكان تابعها بعناية جميلة متميزة شكرا لسلطان بن خلف الرميثي نسير بتعداد هذه الرحلة المتميزة لفية الأبكار المهجنات الأصايل لسن لقاية المسافة هي المعتاد 5 كيلومترات الذي حاضر ما تضمن هذه الأسعارات الجميلة ولكن بننطلق إلى بداية الشوط بناخذ هناك بقيادة عاطب بن عطية بن حسن الأغرشي يتقدم هناك شكرا يا أبو عطية على هذا الإبداع الجميل المتميز عودة إلى المركز الثاني التحادية الذي واصله يتابع عاطب بن عطية بن حسن الأغرشي والمركز الثالث أسير إلى الهبة الذي واصله يتابع خلفان بن سعيد المقيمي يتقدم أبو حمدان إلى المستوى الثالث أما المركز الرابع هناك الكورة الذي واصل وصولها الجميل للغاية حتى ذي اللحظات إذن أحمد بن مبارك بن مطر الرميثي الذي يتقدم إلى هذا المستوى الجميل والمركز الرابع عود بن إلى حاملة رقم 24 الذي واصل ولا هناك بنقول مزون الذي قادمه سلطان بن جمع بن خادم الرميثي المركز الخامس ارصد انه تسلل ارصد انه هناك التحرك الله 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 الذي تتقدم من موقع الى موقع حتى ذي اللحظات إذن نعود إلى مقدمة الشوط حيث أننا بنتابع الانطلاق المتميز عودة إلى الهبة الذي قادت هذا الانطلاق الأول يرافقها خلفان بن سعيد المقيمي بينما نعود مباشرة إلى المستوى الثاني هناك مغيضة الذي واصل عاطب بن عطية بن حسن الأغرشي والمركز الثالث بسير بتابع الشعار هناك علي بن السيل الأبهوني الذي يتقدم إلى المستوى الثالث والمركز الرابع الكورة الذي واصل أحمد بن مبارك بن مطر الرميثي أما المركز الخامس وصلنا إلى المتحدة الذي قادم يرافق عاطب بن عطية الأغرشي المركز السادس من الجانب الآخر شوف التجمع ما شاء الله بنتعرف إلى هذا الشعار على ما أعتقد عندك يا أبو سعيد ولكن بناخذه بالتدريج الجميل يدعم الرقم 10 الله يا عم محمد بن علي بن ذيبان المنصوري يتقدم هناك عبر هذه الأثارة الجميلة هذه 6 الأوائل ملخص الشوط ولكن بقية أسماء لم يحي لها موعد الدخول عود بنا إلى الهبة سلالة لهب غنية عن التعريف الله يا أبو حمدان هذا الشعار الذي قدم لنا الكثير قدم لنا إبداعه الجميل ولكن اليابوني الذي يغير من موقع إلى موقع يسير بسهيل إلى المقدمة يرافق مستوى الجميل
الجميل للغاية. من تابعه من تعرف عليها على مقدمة الشوط، هناك من يرافق البداية، الله الله الله، هناك سبا على المقدمة، علي سيل اليابوني الظاهري يقود سبا إلى مقدمة الشوط، ولكن الهبة قادمة، الكرة قادمة، الموقف خطير، أرصد النامزون الذي واصله، والله الموقف دائما يأتي بقوة، الرحلة إلى وين بتتجه؟ الرحلة إلى وين؟ العاصمة أبوظبي هم الأقرب معنا، هناك مع بداية الشوط، رافقنا رافقنا، شد حيلك أبو سيل، دير بالك يا لبهوني، آلي ممثل السمعة غاصلين، ممثلين السمعة قادمين، أبو حمداني ورافق المستوى الثاني، يتابع لنا الهبة الذي واصل وصوله متميز، المركز الثالث، والله حطوا بالكم، أشعار بن مبارك واصل، أشعار بن مبارك واصل، الكورة الكورة الذي قادمة من موقع إلى موقع، يرافق أبو مبارك، يتابع بعناية متميزة، مزون الذي واصله على المستوى الثالث، يتابع سلطان بن جمع مخادم، الرميثي المركز الرابع، عندك عاطب بن عطية الأغرشي، المركز الخامس، المركز السادس من الجانب الآخر. من تحمل الرقم ثلاثة الساعية عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي ما يبنى لها طاري، بدأت الأسماء تنضم إلى الأمام، عودة إلى بداية الشوط، شوف المعترك الأول، شوف المعترك الأول، وين وصلنا وين؟ وصلنا إلى وين؟ يروح أبو يمعة إلى مقدمة الشوط، الكيلو غادرناه، الكيلو غادرناه، مزون 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 الذي بدأت تطير، بدأت تتقدم إلى الصدارة، سلطان بن جمعة بن خادم الرميذي يروح أبو يمعة، ولكن دير بالك، والله الكورة قادمة، الكورة خطيرة للغاية، المركز الثالث من وصل إلى المستوى الثالث، وصل هناك أحمد بن محمد العويسي، أهل السلطنة حاضرين للمتابعة، المركز الرابع العميمي قادم، الموقف خطير، الموقف مستمر، يا له من إبداع، الرحلة إلى وين؟ الرحلة إلى وين يا رميذي؟ شد الحيل، دير بالك، ممثل السمعة يتنافس إلى المقدمة، ممثلين السمعة، ولكن ميدان التراث، ميدان سوحان قادم، العميمي واصل المستوى الأخير، الثلاث الأوائل، معركة شاسعة، معركة جميلة، ولكن خلاص، الله الله الله، هناك المبتكر المبتكر الذي عودنا دائما، الذي يقدم إبداع الكبير، مشكور لهذا الشعار الجميل والمتميز، هناك مزون على الصدارة تحمل الرقم واحد، إنها على المركز الأول على بداية الشوط، الله سلام السمح السلام وتحية، لحظات الوصول، تهانينا لسلطان بن يمع بن خادم الرميثي على هذا الإبداع الجميل. المركز الثاني الكورة قدمت عرض اشكر عليه، يرافقه ويتابع أحمد بن مبارك بن مطهر الرميثي. المركز الثالث وصول بقيادة سيب بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي، شكرا على المتابعة. أما المركز الرابع، نعود إلى مركزنا الرابع، ناخذ من تحمل الرقم 12 التهنئة لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. والمركز الخامس تهانينا وناموس لأحمد بن محمد العويسي. المركز السادس تحمل الرقم 21، بنقول هناك الدانة لمالكها ويتابعها، إذن الهيالي بن سعيد بن سلطان اللي حافي. تهانينا للجميع، التوقيت 7:46، تهانينا لكل الفائزين بهذا الشوط.